ومن فضل الله عز وجل أن أوجد في هذه الأمة من يكون سببا من أسباب حفظ هذه السنة، فهناك من يؤلف في شروحها، وهناك من يؤلف في تقريبها وتسهيلها، وهناك من يؤلف ويكتب في بيان درجة أحاديثها. وهكذا من فضل الله جل وعلا في زماننا الحاضر أن أوجد هذه المطابع الحديثة التي تيسر على الناس طبع الكتاب الواحد بالنسخ العديدة الكثيرة، بحيث يمكن أن تصل إلى بيوتات الناس جميعا. بل إن من فضل الله جل وعلا في عصرنا الحاضر أن أوجد هذه الأجهزة الحديثة التي حفظت فيها كتب السنة، وأصبح من اليسير على الناس أن يراجعوها وأن يعودوا إليها. فمن ثم كانت هذه نعمة ومنة من رب العزة والجلال سبحانه وتعالى على هذه الأمة في عصرنا الحاضر. وإن المرأة ليرجو من الله جل وعلا أن تستمر هذه الجهود. ومن فضل الله جل وعلا وجود الجامعات ودور العلم ومساجد والمساجد التي فيها التعليم، حيث يتناولون هذه الكتب ويتدارسونها، وتكون من أسباب بقائها وتواتر روايتها في الأمة. وهذا من فضل الله جل وعلا، وهو مما يدل على مقصود هذه المحاضرة من كون سنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة.